بشهادة مجموعة من النقاد على أنه أول مسرحي يكتب مسرحية بالزجاج. كتبت مسرحيات كثيرة باللغة العربية بالشعر العربي المقفى وغير المقفى، وكتبت العديد من المسرحيات بالشعر الفرنسي، ولكن بالزجل المغربي الصداق وهو سي محمد بليسي عبد ربي، هو الذي كتب المسرحية الزجلية لعبد الصديق المجدوب. ولكن المجدوب كاين ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب، حاول تشخيصه بطريقة فنية كبيرة ورائعة. لعبوا الحراز، ولكن الحراز هي قصيدة ملحون ونسجت نسيجا جماليا من طرف سعد سلام الشرايبي ومن طرف الصديقي ومن طرف فنيش ومن طرف مجموعة من المبدعين. مسرحية المنسي لماذا؟ أولا لأنها تؤرخ لمرحلة من التي كان فيها المسرح الهاوي واجهة نضالية ضد المستعمر. ثانيا لأن النصوص ديال الستينات والسبعينات تموت بموت أصحابها. سألوا على ظاهرة الأولياء وعلى التغيير الثقافي في المغرب من خلال يعني الدراسات الميدانية، وجدت أن بليسي في تلك الفترة السابقة طبعا اشتغالي كانت له رؤى عميقة جدا، ولذلك حينما قيل بأن المسرح يراد الفنون فبالفعل أن المسرحي الحقيقي هو أنثروبولوجي وسوسيولوجي وروائي وشاعر وفنان وسيوغراف وما إلى ذلك. وشكرا لهذا الحضور الجميل الذي أعطى دفئا خاصا لهذه القاعة في هذا اليوم بالذات. مسرحية السيد المنسي، أولا الشكر الجزيل لأنها كتبت الكتابة الثانية يعني على الخشبة بلغات أجساد فرسان الخشبة، هؤلاء الذين كتبوا وانكتبوا بسيد المنسي. لغة جسدهم أعطت للمنسي نكهة خاصة. لنا ذكرى في مسرحية صالح مصلوح، ذكرى أليمة جدا اللي كنقولوا فيها راح صالح وبقى مصلوح فنات الكسدة وبقات الروح. فعلا في هذه المسرحية كان يقوم بدور مصلوح طاس حسن، أستاذ طاس حسن وصالح جعفر مصلوح هو جعفر رحمه الله. يعني في هذه الأغنية هذه وفي هذه المسرحية توفنا صالح، وفي الثلاث أيام جاءت عميدة المسرح سوريا جبران الدار ديال غزيل جعفر رحمه الله. وهذا صالح مصلوح مكتوبة على تازة مستوحاة من خرافات جبل موسى وصالح، بمعنى أنها كانت المسرحية تعيش طقوسا تازية بامتياز. ولكن كيعجبني دائما المغامرة، لأن المسرحية خمسة أفراقية في المغرب كيتنافسوا على إخراجها، وكان الحظ معنا الحمد لله وخذنا بها أحسن الله. والسي محمد القطاطي رحمهما الله، واللي كانوا كيتمرنوا في الدار ديال بوزيان بالعياشي في الزاوية، وكان معهم تلة من المسرحيين التازيين اللي ذاك الوقت كانوا كيأكدوا حضورهم تأليفا وإخراجا. أين هي نصوصهم؟ أين هي نصوصهم؟ ذهبت أدراج الرياح. وبقي لنا الخبر وبعض الصور وبعض المقتطفات اللي وجدتها أنا في بعض الصحف اللي كانت كتصدر بالفرنسية، لو بوتي ماروكان، جبرت فيه إشارة للمسرح التازي، وعندي صور ديال الشرتي رحمه الله وبن لويس رحمه الله وغيرهم القطاطي والممثلات بو عمر ربيعة بو عمر ومرات الدكتور بالمحي، هادو كلهم كانوا في الأربعينيات والخمسينيات اللي كانت حرام دير المسرح على الرجال حرك على العيالات، وكانوا هادو كيأكدوا حضورهم. ولي الله لا تخيب قصده، ولي الله لا تخيب قصده، جاك شاكي ليك أحواله، جاك شاكي ليك أحواله، قصدك هادي كل ما عنده، قصدك هادي كل ما عنده، ما تواليه وتلف ماله، ما تواليه وتلف ماله، ولي الله لا تخيب قصده.
مصدوم ولي الله لا تخيب قصده جاك شاكي ليك حواله تصدق هادي كل ما عنده ما تواليه وتلف ماله الله 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 ولي الله لا تخيب ظني ولا تدير عليا هلا طيبتك عندي ليك هدية ولي الله لا تخيب راه معنا حق الحاج مهدي العمري اللي هنا طرف ولي الله لا تخيب ظني ولا تدير عليا هلا وجيت ترحمني وعندي ليك هدية حبيتك والعاشق ما يتلم ديما هايم والهم حبيتك والعاشق ما يتلم ديما هايم